وحول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الدكتور هشام أحمد العشيري، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي. بعد التحية سعادة النائب، نتحدث عن أهم المحاور التي ناقشتها اللجنة اليوم خلال مشاركتكم في اجتماعها المنعقد في القاهرة. الاجتماع بدأ باستعراض حالة حقوق الإنسان بالدول العربية للحديث عن سجل حقوق الإنسان في كافة الدول العربية ومناقشة التقارير التي ترد إلى اللجنة من الدول العربية نفسها. وكان في الوضع الآن اللي نعيشه في المنطقة العربية وفي ظروف الحرب الدائرة في غزة، فكان النصيب الأكبر للحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن واستخدام القوات الإسرائيلية للأسلحة المحرمة دوليا في الهجوم. وهنا أكدت على موقف حكومة البحرين والشعب البحريني الثابت الذي يدين هذه الممارسات، والدعوة لوقف إطلاق النار وبدء الإغاثة المدنيين وفتح الممرات الآمنة لهم. أيضا تم استعراض تجربة مملكة البحرين وتحديدا وزارة الداخلية في تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، خصوصا مع الجوائز والإشادة الدولية التي حصلت عليها هذه التجربة. إضافة إلى ذلك، تم مناقشة تقرير مواجهة الكوارث بالوطن العربي، خصوصا بعد ما مرت به المنطقة العربية مؤخرا من زلازل وفيضانات وحروب أدت لتضرر السكان وخروجهم من مناطقهم وظهور ظاهرة النزوح. هذه الظاهرة استعرضنا دور مملكة البحرين في جهود الإغاثة عبر المؤسسة الخيرية الملكية والهلال الأحمر البحريني، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية الأطباء البحرينيين في دعم جهود الإغاثة ودعم هذه الجهود وتوجهات مملكة البحرين في مساعدة كافة المدنيين في الوطن العربي. وأخيرا كان الختام في التعامل بشكل قانوني وتشريعي لمكافحة ظاهرة التنمر التي بدأت تظهر في الانتشار مع تطور الوسائل التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي، فكان لها نصيب من اجتماعات اللجنة للتعامل بشكل قانوني ووجود تشريعات تحمي كافة المواطنين وخصوصا الأطفال والمراهقين من هذه الظاهرة. نعم، من القاهرة سعادة الدكتور هشام أحمد العشيري، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.